مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي. اليوم نحكي عن مكان له رونق خاص في بلدنا فلسطين الحبيب، اللي هي الطيرة. وللعلم طبعا طلع، وانا ببحث عشان نجهز للحلقة، طلع في اكثر من طيرة في دولة فلسطين. وهذا يمكن بدي اسأل شوية ضيفنا اليوم عن تعدد الاسماء او في اسماء هيك، بس خليني أول إشي أنا وياكو نرحب بصديقنا الدائم الأستاذ زهدي عيسى، المثقف والأكاديمي الفلسطيني والباحث في التاريخ والفولكلور الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك زهري. أهلا وسهلا دكتور، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمشاهدين. أنت صرت أشهر من نار على العالم، مش لازم نرحب فيك، أنت مش ضيف، صرت من أهل البيت زي ما بيحكوا. شكرا جزيلا، وهذا كله من ذوقكم. أخ زهري، بدي أسألك كنت سؤالنا مهم جدا، اللي هو تسمية البلدات. في عنا كتير من البلدات، مرة حكيت لي أنت عرابة، في عرابة يعبد وفي عرابة مش عارف، فحكي لنا شوي عن التسمية قبل ما ندخل في موضوع الطيرة. أول شيء التسميات في فلسطين مثل ما حكينا سابقا، في عدة، إن كان التسميات هي مبنية على عدة أسس. في تسميات كنعانية قديمة، في بناء على اللغة الكنعانية اللي كنا نحكيها اللي هي أرامية، تسميات بناء على فترة الحكم الروماني وهي مثل طبرية مثلا من أحد القادة تبيريوس، وكذلك كيسارية وما إلى ذلك. وفي تسميات هي تسميات عربية بحتة تماما، مثل مدينة الرملة، طبعا الأمويين اللي كانوا مدينة الرملة. وفي تسميات بناء على شخصيات وأشخاص، وبناء على منطقة، بناء على جبل، أو بناء على حتى المزروعات. وفي تسميات تأثرت من الديانات، دير حنا، دير قديس، دير عمار. ومثل ما بتعرف برضو التسميات الدارجة، كفر قاسم، كفر مالك، هرم مجرة، والهيالي كفر عقب. هذه التسميات كانت، الكفر هي مثل ما حكينا، وهذه موجودة في كل العالم العربي يعني بالمناسبة، في كفر الشيخ وما إلى ذلك. هذه تسميات الكفر مثل ما حكينا منها معناها قرية. نعم. في تسميات بيت، البيت نفس الشيء، هي بيت بمعنى البيت، ولكن ممكن يكون بيت أكبر أو بيت فلان، بيت عائلة فلان. وطبعا اليهود يحاولوا ينسبوا لهم البيت، ولكن هذا غير صحيح. بخصوص إحنا نحكي عن الطيرة، في عنا الطيرة أكثر من خمس بلدان اسمها الطيرة في فلسطين. للأسف الشديد بقي منها طيرتين. طبعا في هنا في شيء مهم جدا لازم احكي لكم اياه، انه الخرب، في خرب طيره، فهي لا تحسب بلدات، والخرب هي بشكل عام كانت تحسب على بلده معينه، يعني اذا كانت خربه معينه تتبع لاي بلده على جنبها. فبعد مرات اذا بنحكي انه في خمس بلدات اسمها طيره كانت في فلسطين، هذا لا يعني انه فقط هناك في خرب كانت اسمها طيرة. للأسف شديد ما بيكيش منها شيء. أشهر البلدات اللي اسمها طيرة هي طيرة الكرمل، الآن هجروا بالكامل من جنوب الكرمل، وطيرة الرمل طبعا هجر للأسف شديد هذا. ونحن الآن واليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن طيرة بني صعب. طبعا طيرة بني صعب اليوم بسموها تيرة المثلث، ولكن هو التيرة المثلث تسمية حديثة جدا
بناء على معطيات سياسية. التسمية السياسية هي أكثر من أنها التسمية جغرافية أو تاريخية حتى، لأنه إحنا بنحكي عن منطقة. نعم بنسمع كثير عن المثلث، لو تشرح لنا شو هو المثلث عشان بس الناس يكون عندها. المثلث هو منطقة جغرافية في فلسطين صغيرة جدا، تمتد من أم الفحم، صغيرة جدا، وأنا أقصد بذلك صغيرة جدا، يعني مثل ما أحكوها عندنا ما بتحرزش، مش كبيرة، بتيجي على امتداد الخط الأخضر اللي هو الخط الفاصل كما قبل 67 من أم الفحم حتى كفر قاسم، وتحتوي على بلدات العربية ابتداء من أكبر مدينة في أم الفحم وانتهاء في قرى صغيرة جدا أوه. الأكثر. أيوة، وهذه المنطقة سموها المثلث، واللي هي وسلمت في حسب اتفاقية رودوس لإسرائيل بعد انسحاب جيش الانقاذ وبعد تسليمها من قبل القوات العربية. طبعا اتفاقية رودوس هي إقرار بالهزيمة العسكرية كانت، وعشان هيك تسلم القرى وبلدات المثلث. القرى وبلدات المثلث في أغلبها ومعظمها موجودة على تلال مش مرتفع كثير، مرتفعة شوية، بداية التلال، بداية المرتفعات الجبلية، بداية مدخل الغربي للمرتفعات جبال المركز. في معظمها وأغلبها في إلها البلدة موجودة على التلة أو الجبلية، والأراضي موجودة على السهل. طبعا باستثناءات، حكينا في السابق عن مدينة كلنسوي أو اللي كانت قرية وصارت مدينة واللي كل أرضها هي سهلية، ومدينة الطيرة اللي هي طيرة بني صعب اللي هي أرضها كلها سهلية دون استثناء، فيش لها جبل. والمميز في هذه القرية أنه تاريخيا في أواخر القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين قررت الإمبراطورية العثمانية أنه يستحدثوا قضاء جديد في فلسطين ويسموه قضاء بني صعب، وعاصمة قضاء بني صعب هي طول كرم. فطيري مش بعيد عن طول كرم بالمناسبة، وبني وطيرة بني صعب بالإضافة لذلك القريب منها طيبة بني صعب، والطيبة هي المدينة كبيرة أكبر من طيري، وهي ثاني مدينة في المثلث حجما وسكانا، وهي طيبة بني صعب أيضا. بالمناسبة طيري والطيبة لها تاريخ كبير جدا في عملية تثقيف المجتمع العربي ما بعد 1948، وخاصة أنه بعد عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التاريخية نتج عندك قرى وتجمعات صغيرة جدا نسبيا دون أي مكات كتاب ومتعلمين ومثقفين اللي يقوموا على تفكير الشعب، خاصة انه اذا احنا بنحكي عن 1948 معظم الكتاب والمثقفين في فلسطين والشعراء والصحفيين وكل ما يخص بالعلم والعلماء هاجروا، هربوا، قتلوا، هجروا قسرا وما الى ذلك. ونتج عندك انه معظم الساحل الفلسطيني إضافة للنقب للأسف الشديد تقريبا فرغ من أهله، فرغ من كل ما من كل الكثافة السكانية، وفرغ من المثقفين. فكان بعض المثقفين الموجودين في طيرة بني صعب وطيبة بني صعب اللي هي مجاورات توأم فلنقل، اللي هم قاموا على تثقيف أو على إعادة الثقافة وإعادة التعليم من أول وجديد في معظم القرى. وطبعا احنا بنحكي في معظم القرى لأنه في كان برضه مدينة الناصرة برضه كان فيها مثقفين، وهذولا أخذوا على عاتقهم، هم كانوا القطار اللي
مشى ومشى ودفع على الجلد الثقافي والتعليم في فلسطين ما بعد عام 1948. أنا إذا بس بدي أوضح القرب الجغرافي بين هذه الثلاث مدن اللي هي الطيرة والطيبة زي ما أنتم شايفين هون، وهون قلنسوة اللي حكينا عنها المرة الماضية، وشوفوا طول كرم اللي بيفرق بينهم فقط اللي هو الخط الـ 48 هذا اللي أنتم شايفينه، الخط الأخضر أو صحيح أو صحيح يعني. 100%. بتشوف انه الطيبه هي داخل، يعني الخط المستقيم، اذا بدك تحكي الخط المستقيم بتشوف انه تيري وكلنسوي موجودات في داخل الخط الاخضر. الطيبه هي سلمت في اتفاقيه رودوس، ولكن اذا بتتفرج اذا بدك تمشي بخط مستقيم لازم تكون مش في داخل اتفاقيه رودوس، مش بداخل مش من الكرة اللي سلمت لإسرائيل، إنما كان المفروض إنه يسلم بدالها كالكيليا اللي هي جنوب التيري. إذا بتتفرج جنوب التيري، طيب أيوة، هي كانت المفروض تسلم إنه تستلمها إسرائيل بدل الطيبة. ولكن القصة غريبة وغريبة وعجيبة إنه رئيس بلدية كالكيليا آنذاك من دار السبع، وكانت له علاقة طيبة مع ملك الأردن في الفترة هذيك، وأحكى مع الملك، وبين أنه علاقاته جابت نتيجة أنه لا تسلمنا لإسرائيل، أرجوك اعمل شيء، اعمل أي شيء. ففعلا الملك عبد الله في الفترة هذيك سلم طيبة بدل كالكيليا. اوه شوف اوكي اليوم كالكيليا هي محافظة في فلسطين في مناطق السلطة، والطيبة مدينة كبيرة جدا، كانت مع توأمها التيري القاطرة اللي قدمت ثقافة ورفعت ودفعت عجلة الثقافة في فلسطين. خصوصا أنت بتحكي عن بعد 1948 كان انقطاع تام، يعني مش شبه تام ولا جزئي، ولا كان انقطاع تام عن العالم الخارجي ما بين من تبقى في فلسطين التاريخية ما بين كل الأشخاص خارج فلسطين، إن كانوا عرب أو إن كانوا غير عرب. وهذا الشيء أثر على الناحية الثقافية والتعليمية والعلمية. لك تصور إنه فيش حدا يتعلم شريعة، فيش مكان تتعلم فيه شريعة مثلا، أوه. فيش ناهيك على إنه فيش، ما كانش شيء، ما كانش فرض أو ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج، ما كانش موجود، يعني فيش إمكانية حج. كانت الدول العربية المحيطة في إسرائيل آنذاك، يعني الفترة هذيك طبعا كانت في حالة حرب، أو بين قوسين يعني حالة حرب، والفلسطينيين ظلوا في الداخل، هم انقطعوا عن كل العالم، وناهيك على أنهم كانوا تحت حكم عسكري، والحكم العسكري اللي كان مفروض عليهم من أشد أنواع الأحكام العسكرية اللي كانت موجودة. يعني كانوا بعد الخمسة المساء ممنوع، يبدأ منع التجول لحد الخمسة أو الستة الصباح ثاني يوم. ففترة إمكانية التنقل والحركة في ساعات معينة فقط، وبدها تصريح خاص، يعني مش بس يعني إنك مسموح تتحرك، ولكن بدك تصريح خاص. في نهاية، إضافة لأنه ما فيش مدارس، المدارس كانت مدمرة، والشعراء والأدباء والمثقفين ما كانوش موجودين. فكان فعلا دور التيري والطيب بني الصعب، هذول البلدتين دور كبير جدا في تثقيف وتقديم الثقافة من أول وجديد، وخصوصا أنه كان فيها بعض الشعراء والكتاب والمثقفين اللي فعلا قدموا الكثير لأبناء الشعب في الداخل. باختصار، إحنا بنرجع على التيري، بدناش نتشعب كثير. يلا التيري مثل ما حكينا هي أحد البلدات القليلة في فلسطين اللي كل أرضها سهل، يعني ما فيها منطقة جبلية، ما فيها جبال، وطبيعة الحال مثل ما حكينا إنه في دائما أفضلية للمدافعين إذا بيكونوا في منطقة مرتفعة وجبلية، ولكن التيري مش منطقة مرتفعة ولا منطقة جبلية، ولكن كانت في عام 1948 من أكثر المدن والبلدات دفاعا عن البلدة نفسها. طبعا احنا ما بن خلينا نحكي لكم بشكل بسيط، احنا بنحكي اليوم عن مدينه، ولكن سابقا ما كانتش مدينه، كانت قريه، يعني قريه صغيره بمعنى تعنيه الكلمه من كل المعاني، يعني
صغيرة جدا، فيها لا يتعدى 2000 شخص، أو بالأحرى 2500 شخص في عام 1948، وهذا كل البلد، ما فيها أكثر من هيك. في كل الأحوال كان الهجمات اللي العصابات الصهيونية بتأتي من جهة الغرب، من جهة الغرب وجهة الجنوب، وكان في منطقة تلة اسمها تلة اسمها تلة تل اسمها جفعتها كوفيش، جفعتها كوفيش بالترجمات باللغة العربية تلة المحتل، يعني حتى اسمها مسمى. وكان هناك المعسكر العصابات الصهيونية، ودائما بتحاول السيطرة على تيرة بني صعب. تيرة بني صعب كان عندهم سلاح طبعا قليل جدا، والذخيرة قليلة جدا، وتعرضت لعدة هجمات. أبرز الهجمات هني 3 هجمات مهمات. الهجوم الأول أجا من جهة تل جفعة كوفيش أو تلة المحتل، وأجا كان هجوم شرس بشكل رهيب جدا. الأعداد الجنود أضعاف مضاعفة من أعداد المدافعين عن تيرة بني صعب. كمية السلاح، كمية الذخيرة، كمية المدافع والصواريخ وما إلى ذلك. ولكن البسالي استرسل المدافعين، ونحن نحكي عن ناس فلاحين، يعني كمان مرة ما نعيد ونكرر، تحكي عن ناس مدافعين ما لهم مش خبرة لا في حرب ولا في جيش، لهيك على انه مش عندهم كثير سلاح والذخيرة خفيفة. وفعلا كان هناك استبسال بشكل رهيب وبشكل كبير جدا، ونصد هذا الهجوم. للأسف الشديد كان كثير من الشهداء، ولكن الهجوم المدافعين عن التيري صدوه. هذا من أشهر الهجومات، أو الهجوم اللي واحد من الهجومات اللي كانت على التيري. الهجوم الثاني كان كبير جدا ومخطط له جيد جدا، وفعلا يعني كادت التيري تسقط في أيدي العصابات الصهيونية. حاولوا أنهم يجوا من جهة الغرب وجهة الشمال على أساس يباغتوا المدافعين عن المدينة، وإحنا بنحكي هنا عن نقاط دفاع ونقاط حماية اللي كانت مجبورة تدافع عن البلد، لأنه البلد محاطة بنقاط، نقاط دفاع وحماية، ومن متطوعين ومجاهدين ومعهم بارودي مع ذخيرة. ففعلا هذا الهجوم تم، حاول المدافعين عن المدينة صدوا، ولأنه كان مباغت بشكل كبير. فللأسف الشديد خلصت الذخيرة، في مامعة المعركة الذخيرة جماعتنا في الطير خلصت. طبعا أنا سعيد أنك أنت وريت على الشاشة الخارطة الطيبة، فكان هناك مساندة من الطيبة. المساند الطيبي إذا لو لاحظتوا على الخارطة، الطيبي موجود شمال شرق التيرة، فكانت قادمة من شمال شرق المدينة، يعني كان ممكن أنها تحاصر العصابات الصهيونية لتوغل جبل التيرة. فالعصابات الصهيونية بسرعة انسحبت، لأنهم كانوا ناس عندهم خبرة ودراية في الحرب، انسحبوا راجعين. ليه؟ لأنه فكروا أنه فعلاً المدافعين عن التيري انسحبوا، ولانه ما ضلش في الاصل ما ضلش معهم ذخيره، انسحبوا على اساس كان فخ للعصابات مشان ان يتحوطوا من الجهه الشماليه والشرقيه والغربيه للمدافعين الجايين من الطيب. فكان هذه المره الثانيه اللي كانت فيها فشلت فيها الهجوم، ولولا المساندة اللي أجت من الطيبة ولا كانت تير نزلت. طبعا احنا بنحكي عن الطيبة، بنحكي برضو عن مدافعين من القرى المهجرة حول التير، مثل مسكة ومثل بيت ليد، يعني هذه القرى للأسف شديد اليوم مش موجودة، لو تبحث عنها في جوجل ما، بس إن شاء الله أهلها موجودين. في كل الأحوال في الهجوم الثالث والكبير جدا جدا جدا، كان هناك قرار من العصابات الصهيونية أن تحتل هذه المدينة
بكل ثمن. التعزيزات اجت لطيري من مصدر ما كانوش يتوقعوه. التعزيزات اجت من كفر قاسم، من الجيش العراقي الموجود في كفر قاسم. وطبعا نعم من الجنوب، كفر قاسم بالجنوب. بالجنوب اه بالضبط، من جنوب جنوب كلكيليا حتى. فالتعزيزات اجت من بعض الجنود والقادة العراقيين المتمرسين واصحاب المعرفة في الحرب والدراية، إضافة للمتطوعين الموجودين في الطيري مع بعض المتطوعين والمساعدة لجنة الطيبة، إضافة لبعض المتطوعين من القرى المهجرة من حول مدينة الطيبة، من حول مدينة الطيري والطيبة. طبعا تم صد أكبر الهجمات على مدينة الطيري، ويقال هناك أنه كان أعداد الشهداء 17 ل 20 شهيد، فيما كان عدد القتلى العصابات أكثر من 50 قتيل. هذه خسارة في الفترة هذيك، خسارة كبيرة جدا وفادحة جدا بالتحديد، لأنه إحنا نحكي عن احتلال مناطق وسيعة تقريبا، والخسارة كانت تقريبا صفرية، يعني ما كانوش يخسروا شيء. فكان هناك فعلا ملحمة كبيرة جدا. وإضافة لذلك جفعات قبيش أو تلة المحتل تم السيطرة عليها من قبل المتطوعين والجيش القادم والمتطوعين والتعزيزات اللي أجت من كفر قاسم، وتم تحرير هذه التلة والسيطرة عليها سيطرة كاملة، لأنها كانت تلة عامل كثير مشاكل كثيرة من الصعب، ومنها كانت تخرج الهجمات. وأخيرا كثيرة من الصعب صمدت كالجبال. ولكن مثل ما بتعرفوا، احنا الكل بيعرف ان اليوم فلسطين بقبضة الاحتلال الإسرائيلي، يعني لازم نكون واقعيين. فالطيرة من الصعب سلمت في اتفاقية رودوس، وفعلا سلمت تسليم اليد، مثلها مثل باقي البلدات والكرة المثلث. احنا بنحكي عن بلدة الطيري، مثل ما حكينا عن كلنسوي، توت الطيري هو لا كل جودة عن توت عن التوت او الفراولة بعيد كلنسوي. ارضها ارض زراعية جميلة رائعة مليئة بالخيرات، يعني في الجانب الغربي من الطيري الجنوبي كان كله بيارات، كله بحمضيات. فهي طبعا هي امتداد لبيارات يافا. يافا ما كان البيارات فقط في يافا، ولكن برضو امتداد ليافا شمالا وشرقا وجنوبا. من يافا كان كلها بيارات، واليوم الطيري هي مدينة كبيرة نسبيا، يعني أكثر من 25,000 نسمة. طبعا تعاني من عدة مشاكل اللي بيعاني كل البلدات والقرى الفلسطينية، تعاني من ضائقة سكنية، تعاني من أزمة سكنية، وتعاني من كثافة سكانية عالية، لأنه السياسة الإسرائيلية بتقوم على فكرة إسكان أكبر عدد ممكن في أقل مساحة ممكنة. فمش بس الطيري، كل البلدات العربية. أيوة نعم. يعني مثلا كيف عملوا في غزة، كيف عملوا هيك عم بيعملوا في البلدات الداخل. وتعاني أيضا من زي كل البلدات العربية من العنف والقصة قضية الإجرام والزعران اللي منفلتين وبعدين يقوموا براحتهم بالطخ وإطلاق النار. للأسف الشديد طبعا كان كثير ضحايا من وراء الطخ وإطلاق النار من وراء هذول الزعران. ولكن احنا خلينا نوجه لهم رسالة انه طيرة بني صعب صمدت كل الهجمات، وبالعكس ردت الهجمة الأخيرة وحررت مناطق كثيرة. ما راح يكون بعد ما يسمى بالزعران، ولا انا بسميهم عملاء يعني صراحه، لان هذول بيكونوا خدمه المحتل اكيد. اذا بقيت منطقه الطيره
والطيبة وقلنسوة سكانها عرب تقريبا 100%. هي مش تقريبا كلها 100% عرب، وهذه البلدات تستعادل ما تقريبا 100,000 شخص. 100,000 شخص فلسطيني بقيوا في أرضهم، وبرغم إنه يعني سلموا، وكانت محاولات مثل ما حكينا سابقا، كانت محاولات لتهجير كل المنطقة هذه من كفر قاسم، ابتداء من كفر قاسم وانتهاء في أم الفحم، على أساس إخلاء المنطقة وسط فلسطين من كل العرب. والهدف منها إنه طبعا كانوا بيبحثوا عن فرصة، وفرصة مهمة، فرصة يعني اللي يقدروا يطردوا الناس. وكانت هذه الفرصة عام 1956 في فترة العدوان الثلاثي، فبلشوا في كفر قاسم إلى الجنوب من الطيرة، وهناك كانت مجزرة للأسف الشديد. ولكن بفضل الله لم يهاجر لا أهل البلد ولا نصهم، ولا واحد من البلد ما هاجر. استشهد 49 شخص، طفل وامرأة وعجوز وكبير وصغير وحامل، ولكن لم يتزحزح أي أحد من أرضه ولا من وطنه. وطبعا لأن الخطة فشلت في كفر قاسم، لم ما استمروش فيها في بلدات أخرى، لأنه اللي مجرب عقله مقرب. نعم، يعني أبدعت في الحديث عن الطيرة. أنا هيك سرحت في الطيرة وأكني رحت على الطيرة أطير غاد. طبعا بنذكر إنه في زي ما حكى الأخ زهري في أكثر من طيرة كان في فلسطين، كان في طيرة في رام الله، وفي موجود طيرة إلى اليوم في رام الله. وطيرة اللوز أي ثينك، وطيرة طب طيرة الكرمل اللي حكينا عنها، وطيرة صحيح. حي ف طيرة الرملة. وطيرة الرملة، هاي خمسة صاروا. فسبحان الله، يعني بقي منها ما بقي، ولكن صمود أهلها وحكايات أهلها اللي دائما بنحب نسمعهم بتقوينا وبتعطينا شجاعة ومناعة إن شاء الله. بدي أشكرك أخ زهدي على وقتك الثمين لرواية هذه القصة، وإن شاء الله نراك في حلقات قادمة يا رب. شكرا جزيلا، ومع السلامة. يعطيك العافية.